مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروع الوطن، من هنا من مواقع العز والبطولة من قيادة اللواء 23 المرابطون هنا في مديرية العبر في محافظة حضرموت. نرحب بكم مشاهدينا الأكارم أجمل ترحيب، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبة ومفيدة، فأهلا ومرحبا بكم. شريطي تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءك في وجه ضيوفي. مصنع الأبطال ومؤسس الجمهورية الثانية التي حاولت الميليشيا الانقلابية أن تهدم أركانها، ميدان صانع الأمجاد ومصدر البطولات في طول وعرض جبهات العزة والكرامة. ميلاد وعهد جديد كان بمثابة اللبنات الأولى التي احتضنت مؤسس الجيش الوطني ومداميكه الأولى ومونتهم بالعتاد والغذاء. إنه اللواء 23 المرابط على خط العبر الدولي الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، وهو يقوم على امتداد هذا الخط الحيوي بتأمين حياة المواطن وممتلكاته العامة على مدار الساعة. في رحلتنا وتجوالنا على بساط قيادة اللواء 23 وجدناها شامخة بقيادتها ومدرعاتها التي مرغت أنوف الميليشيا الإنقلابية الإيرانية ولقنتهم أقصى الضربات الأليمة في مختلف جبهات القتال. لا تقتصر مهام وأدوار هذا اللواء في تأمين الممر الدولي والشريان الوحيد لبلادنا فحسب، بل هناك كتائب وسرايا تشارك أبطال الجيش الوطني المعارك البطولية التي يخوضونها في مواقع العزة والكرامة، سواء في جبهات الجوف المختلفة وكذا جبهات نهم الشماء التي أصبحت اليوم على مسافة قريبة ومرمى من أمانة العاصمة المتهيئة لاستقبال الأبطال الميامين بزغاريد النصر والفتح المبين. شريطي تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءك في وجه ضيوفي. وهل مشرفة في جبين الشمس من عز منيف، وضعت الأمجاد في موكبهم وأريهم تبعا بين الصفوف، وأريهم باسلا لم يقف بمدى أمالنا أو يرجف، وأريهم باسلا لم يقف بمدى أمالنا أو يرجف. لم يمارس ردة المنحرف، بل ترى قمة لم تنسف، عملقت قامته في الشرف، روعة الحق وطهر المصحف. اشرقي تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءك في وجه ضيوفي. وهبيهم سكة مشرفة في جبين الشمس من عز منيف، وابعث الأمجاد في موكبهم وأريهم تبعا بين الصفوف. عدنا إليكم مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن، والذي نقوم فيه وإياكم مشاهدين الأكارم بجولة ميدانية لتفقد أحوال المرابطون من منتسبي اللواء 23 المرابطون هنا في مديرية العبر بمحافظة حضرموت،
ونلتقي هنا مشاهدين الأكارم أحد قيادات الجيش الوطني في اللواء 23 العقيد محمد الحذيفي. بداية العقيد محمد الحذيفي، قيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني يحتفون اليوم بالأعياد الوطنية، الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والرابع عشر من أكتوبر الخالدة. ماذا تعني لكم هذه المناسبتين الغاليتين وأنتم هنا في ميادين العزة والكرامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم ونسهل بكم على الطريق اللي وصلتموه إلى هنا. وثانيا أعياد 26 سبتمبر و14 أكتوبر تعني لنا الكثير، تعني لنا الانعتاق من الإمامة والانعتاق من العهد المتخلف إلى الثورة والجمهورية، والآن عادت الإمامة تريد أن تظهر برأسها من جديد، ونحن مصممون على إزالتها وإزالتها إزالة نهائية إن شاء الله. ماذا عن الاستعداد القتالي والمعنوي الذي تقومون به هنا في قيادة اللواء 23 المرابطون في مديرية العبر بمحافظة حضرموت؟ الاستعداد القتالي والمعنوي، معنوياتنا في القمة، بالرغم من أن ظروف البلاد ويعني وتكالبات الخارجية والداخلية، إلا أن احنا بالرغم من هذا نقاسي أشياء كثيرة جدا، لكن معنويات الأفراد ومعنوياتنا جميعا بالقمة، ومصممون على تنفيذ أهدافنا والوصول إلى يمن نظيف من الإمامة ومن الحوثية ومن المجوس. رسالتكم للقيادة السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة الأعياد الوطنية؟ رسالتنا لأبناء الشعب اليمني أن يتوحدوا كافة ولا يصدقوا المهاترات والمزوبعين الشمال واليمين والمجوسيين والرافضين واللي كله بيدعي في أنه صح. المفروض نتوحد على كلمة واحدة ونعرف مصلحتنا لا مع زعطان ولا مع فلتان، مصلحتنا مع الله والوطن والتراب اليمني. مشاهدين الأكارم، استعدادات قتالية وعالية يتحلى بها منتسب اللواء 23 المرابطون هنا في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، وهم يبعثون رسائل تطمينية لأبناء الشعب اليمني أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى على تلك الميليشيا الإنقلابية الإيرانية التي أصبحت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة بفضل الضربات القاسية والأليمة التي تتلقاها على أيدي هؤلاء الأبطال الميامين الذين نذروا حياتهم وأرواحهم فداء للدين والعرض والوطن. يا شماريخ ويا خضرة ريفي يا نثير أبطال. بالعين اغتم صليت الليل من داري حصدت الراس من الحب وبعد والله عشان وفي قيروس يحدى عشرات قعبة خاطي النارين عاد الحوالي قاط صحر وتشوي كل غدارين عشقت الهون والهوزم وخطافات الأعماري وصلت الليل بستة عشر سنة يوم نقمة وداري وقرآني بهالتكتر وليسي فوق الأطباري سلاح اكبر من الدشكات والحرار. انا يا ربي انت اخبر بنياتي وبسباري عساد الحزن تضغط لنصر جنة اطهاري سرايا كل في دغمة ويا كم من اسطاري عن الجبهات كفوفة عن ابطال الاخياري حياة العزة او نغمة انا ناموس الاحراري بشاره يا وطن وفقر تحرنا كثر اكرام وجيش الحوثي وفي
بيغوش يفتع شوط كعبة خاطي النارين عادر حالي ما تصحى ويكون غداري عشقت الهون والحوزة وخطافات العماري وصلت الهن ستة عشر سنة يومنا ما تهداري وقرآني بهددكم وليسي فوق نطلاري وإيماني سلاح أكبر من التشكات الحراري أنا يا ربي أنت أخبار من إيادي وتسماري عساب الحسن يلغم لنصرف جنب أطهاري شرايا كلك تغضب ويا كم من أسطاري عن الجبهات خفوفا عن أبطال للأخياري حياة العزة ونبطل على ناموس الأحراري بشارة يا وطن وفهم دحرنا كثر إخوان وجيش الحوثي يتكهرب في الجبهات منهاري قسمت الله ما سيطر علينا حكم الاشغالي ولن نقبل بمن دمر وطننا يحكم اجباري معاهم دعم شبا ضد معانا قوة الباري معانا قوة الباري يا شماريخي ويا خضر تاريخي يا نثير الطلق الظل الوريفي عدنا إليكم مشاهدين الأكرم من جديد في برنامج دروع الوطن والذي نلتقي به وإياكم مشاهدين الأكرم أركان حرب المنطقة العسكرية التاريخة العميد الركن عبد الله معزب والذي سيحدثنا عن أهم الأدوار البطولية وكذا الخدمات التي يقوم بها منتسب المنطقة العسكرية الثالثة في تأمين خط العبر الدولي الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية فأهلا ومرحبا بكم بداية العميد الركن عبد الله معزب أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة ونحن نحتفي في هذه الأيام مع قيادتنا السياسية والعسكرية بمناسبة الأعياد الوطنية ماذا تعني لكم هذه المناسبة الوطنية الغالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في البداية باسمي ونيابة على قيادة المنطقة وجميع منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بابن اليمن البار المشير عبد الرب منصور هادي وكذلك نائب رئيس الجمهورية الفريق أول علي محسن صالح وهي كذلك أيضا لقيادة لرئاسة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ولجميع منتسبي الجيش الوطني ولكل مواطن في هذا اليمن الحبيب آملي إن شاء الله أن تعود هذه الذكرى وقد تخلص الشعب اليمني من كابوس الإنقلابيين بإذن الله تعالى المناسبة عظيمة لدى كل يمني بل أيضا هي يعني تأخذ معنى أعلى وأسمى عند أبناء الجيش الوطني الذي أيادهم على الزناد نحن نكافح اليوم أشد عصابة في التاريخ ليس لها مثيل إلا أيام آبائهم بيت حميد الدين وغيره ونحن بإذن الله تعالى لن يأتي بإذن الله تعالى أعياد الثورة في العام المقبل إلا وقد تخلصنا وقد رفع علم الجمهورية اليمنية في جبال صعدة ومران واليوم الحمد لله الجيش اليمني على أبواب الكهوف وكذلك إن شاء الله نحن على أبواب صنعاء بإذن الله تعالى فالمناسبة عظيمة جدا لدى كل الناس لأن ثورة 26 سبتمبر عتقت اليمنيين من العبودية اليوم نحن نشاهد نحن أبناء ما بعد الثورة 26 سبتمبر لم نكن نعي ظلم وفداحة الإمامة لكن اليوم نحن نشاهدها بأم عيننا من خلال الهدم والقتل والسفك والنهب الذي يمارسه الحوثي الذي هو من هذه من نسل هذه العصابة فهي المناسبة عظيمة وغالية على كل يمني وآبائنا قدموا أرواحهم ونحن سنظل على هذا الدرب إن شاء الله تعالى سيادة العميد الركن عبد الله محمد معزب أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة خلال الأسبوع المنصرم قمنا بزيارة ميدانية تفقدية لأبطال الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة وكذا المنطقة العسكرية الأولى المرابطون على امتداد خط العبر الدولي الرابط ما بين بلادنا والمملكة العربية السعودية حدثنا والسادة المشاهدين عن أهم تلك الأدوار التي يقوم بها منتسب المنطقة العسكرية الثالثة في تأمين هذا الخط والممر الدولي الذي أصبح اليوم الشريان الرئيسي الوحيد الرابط ما بين بلادنا والمملكة العربية السعودية أخي الكريم كما تعلم ويعلم الجميع
أن المنطقة العسكرية الثالثة يعني تقع على أكبر مسار عمليات لجميع مناطق الجمهورية. فالمنطقة العسكرية الثالثة يبدأ حدودها من البحر العربي وحتى حدود محافظة الجوف، يتخللها أهم الطرق، الشريان الرئيسي الوحيد اليوم الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. المنطقة يعني أو الإرث السيء التي نالتها المنطقة أو طبيعة المنطقة هذا، أنه كل من لديه أي مطلب حتى لو كان تافها يتجه نحو صوب الخط العام ويضع برميله. والكل يعلم، السادة المشاهدين وكل الشعب اليمني يعلم، أن النظام السابق سعى بكل جهده على أن يحيي مثل هذه النزعات ويحييها، بل ويكافئ من قام. اليوم مبارك المشن أول من قام بخطوط فسيح وعلى أثرها عينه الزعيم الراحل محافظ الجوف، وكذلك كل قاطع طريق. اليوم كل أخواننا في مارب الحمد لله اليوم نسبة الوعي ارتفعت، الشرفاء في المنطقة يعني كثر والألعاب هم أقلة، لكن لازال هذا الإرث يحتاج منا جهد، منا كقوات مسلحة ومن أخواننا المواطنين، لنقف يعني لنمنع مثل هذه الظاهرة السيئة التي تسيء للناس كلهم. في المنطقة العسكرية الثالثة تبذل كل ما في وسعها لتأمين هذه الطريقة الخط الحيوي الذي يربط ما بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. ولا شك أنه لازال أمامنا وقت حتى نتخلص من هذه الظاهرة السيئة، لأنه إرث وثقافة، وهذا لا تستأصل إلا بإرث وتغيير الثقافة والمفاهيم عند الناس. فنحن إن شاء الله سائرون ونبذل كل ما في وسعنا إن شاء الله تعالى. واليوم الناس الطريق آمنة وملموسة لدى الناس كلهم، إن وجدت بعض النتوءات فهي هذه النتوءات بسيطة بإذن الله تعالى. الأيام وقيامنا بواجبنا، وإحنا وأخواننا في رجال الأمن كفيل أن نزيل مثل هذه الظاهرة بإذن الله تعالى. أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم في مختلف الجبهات العزة والكرامة يحققون انتصارات عظيمة، سواء في معقل المتمردين الحوثيين في الصعدة وكذا في الساحل الغربي وفي تعز وفي سرواع ومعظم الجبهات التي يسطرون فيها أروع الملاحم البطولية. رسالتكم لأبطال الجيش الوطني المرابطون في الخطوط والمواقع الأمامية. أخي الكريم، كل إنسان غيور في هذا الوطن سواء في الجيش الوطني أو في المواطن الجمهورية أو كل حر على مستوى العالم يرفض الذل والإذلال والكهنوت ويرفض هذه التصرفات الغير مسؤولة التي لا تنم إلا عن عصابة، لا تنم عن عصابة. ولهذا كل واحد منا الواجب الشرعي على كل قادر حمل السلاح أن يحمل السلاح في وجه هذه العصابة المارقة. إذا كان اليوم الطفل الذي يعني تلقى منه كرة قدم في وجه أحد أبنائهم فيكون الرد هو المسدس والقتل العمد وغيرها الأمثلة كثيرة، هذا يصبح واجب شرعي على كل مواطن. بل الجيش الوطني هو المسؤول الأول عن تأمين البلاد والتخلص من هذه الفئة. ولهذا ندعو كل زملائنا كل أخواننا في كل ربوع اليمن الحبيب في كل جبهة من الجبهات أن تظل اليد على الزناد، وأن يسعى كل منا ويبذل كل جهده في التخلص من هذه الفئة المارقة، الفئة الخارجة عن الشرع وعن القانون، الفئة التي لا يقبل بها أحد. الفئة هذا سيكون مصيرها كما قال أخ رئيس الجمهورية حفظه الله، جاءوا من غبار التاريخ وسيعودوا مع غبار التاريخ، ولعنات الشعب اليمني تلاحقهم إن شاء الله تعالى. هذا هو المحسوس، والظلم لن يدوم أبدا. واليوم الحمد لله نائب رئيس الجمهورية يتجول في, 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 في مسقط رأس الظالم المجرم عبد الملك الحوثي إن شاء الله، وغدا سيرفع العلم هو رئيس الجمهورية في فوق بيت حسين بدر الدين الحوثي بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. سيرة العميد الركن عبد الله الوزير أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة. في الأخير أشكركم وأشكر القناة، وكذلك أيضا لا يفوتني في هذا اللقاء السريع إلا أن نتقدم بشكر التقدير للأخوان في التحالف العربي على دعمهم ومساندتهم أعمال المنطقة العسكرية الثالثة، وكذلك أيضا للجيش الوطني، آملين أن يبذلوا كل ما في وسعهم للتخلص من هذا العصابة التي هي أيضا يراد أن تكون خنجر في خصر
الوطن العربي. نعم. شكرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشرقي تحت سمائي يا سيوفي. من وسط خط النار بعلي تحدي بس قعد والله خفاه وذله ما دام والشيك بقضاتي انتي بحجم على الحوثي وصلاه ما حله شد على مطن هجماتي شدي رافع ضرب العز في كل تله يا الحوثي المغرور من تاح بقدي لو تحشد العالم علينا بكله هذه اسود الفتح قاده وفردي بركان غضب من صداه شله جاتك سيوف الحشم يسير تحدي لكل رافق رضي الله سله تذوق عباد اشهد لبك شيء رعدي والجبال يشهد والجبال عبوط الله تشهد جثتكم فوق صحراء وعيني الأرض صارت مملة هجومنا مثل السهرة مبيدي دايماً بغناء تشرب كل علة ومن جاي واجه ناقص ما يعبدي على الديار وعاد رجله تشله يكتب على من قالنا بالتصدي نحرم من دنياه وأهله وخله قولوا لعبد الفرس جايه رعدي جنود ربي ما دام انا سني وفي الحق مجدي خط المعارك عمرنا ما نمله العز ليلى عشت والموت لحدي والخزي لك والعرف كل فيه مسددا مشرفة في جبين الشمس من عز مليفي مشاهدينا الأكارم أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج دروع الوطن في هذه الجولة الميدانية التي نقوم بها مشاهدينا الأكارم لتفقد أحوال المرابطون من منتسب اللواء 23 المرابطون هنا في ميادين العزة والكرامة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت نلتقي مشاهدين الأكارم ضمن الزيارة الميدانية العيدية التي نقوم بها وإياكم مشاهدين الأكارم إلى مواقع العزة والكرامة مشاهدين الأكارم نلتقي هنا أحد أفراد الجيش الوطني والمتخصص في هندسة المدرعات والدبابات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كل عام وأنتم بخير الجميع عنا وعليكم حدثنا عن المهام الوطنية والعسكرية التي تقوم بها هنا في ميادين العز والبطولة والله القيام بالواجبات نحن نجهز أسلحتنا الدبابات ونقوم بالصيانة أسبوعيا ويوميا بالنظافة وجاهزية القتالية 100% داخل الكتيبة الخامسة دبابات ونحن مع قيادتنا السياسية والعسكرية نحتفل بالأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ماذا تعني لكم هذه المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على قلوبنا جميعا؟ والله إن المناسبتين الغاليتين اللي على قلوبنا جميعا 26 سبتمبر و 14 أكتوبر نحن مفتخرين بفخور شديد ونضحي على ثورتنا هذه بدماءنا وارواحنا رخيصة للوطن واليمن رسالتكم بهذه المناسبة الوطنية لقيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني والله قيادتنا السياسية مثلا بالأخ الرئيس المشرع عبد الرب منصور هادي الرئيس الوحيد في الشعب اليمني هذا الذي حرر الوطن إن شاء الله بقوة الله بقوة السلاح والرجال الصامتين الذي جنبه المناضلين على الله والوطن شكرا جزيلا روح بالدم لفديك يا يمن وكي بهم وأريهم تبعا بين الصفوف قدره قدر ضيوفي غير أمجادي وتاريخ سيوفي أي
قدره قدر ضيوفي غير أمجادي وتاريخ سيوفي فليلاقوا من تليدي وطريفي ما يلاقيه شريف من شريفي فليلاقوا من تليد وطريفي ما يلاقيه شريف من شريفي عدنا إليكم مشاهدين الأكارم ضمن الزيارات الميدانية العيدية التي نقوم بها وإياكم مشاهدين الأكارم بمناسبة الذكرى 56 العيد 26 من سبتمبر الخالدة والرابع عشر من أكتوبر المجيدة. نتواجد مشاهدين الأكارم في هذه الأثناء بمعسكر اللواء 23 المرابطون هنا في ميادين العزة والكرامة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت. نلتقي مشاهدين الأكارم هنا أحد مهندسي المدرعات والدبابات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. الجميع إن شاء الله. ونحن نحتفل مع قيادتنا السياسية والعسكرية بالأعياد الوطنية، ماذا تعني لكم هذه الأعياد الوطنية وأنتم مرابطون هنا في ميادين العز والشرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أرحب بالبعثة الإعلامية ترحيباً حار وأشكرهم على قبولهم لهذه الزيارة. وبالنسبة لأعيادنا الوطنية هذه تعتبر هي النواة الذين وإحنا إن شاء الله مسعدين نحافظ عليها بدمائنا وأرواحنا ونرجو من الله أن يوفقنا بهذه الخدمة التي نقوم بواجبنا في أثمن وجه عليها. رسالتكم العيدية بمناسبة الأعياد الوطنية للقيادة السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني؟ أطمن أبناء الشعب اليمني رسالة هدية بأنهم يعني أنهنهم بالعيد 56 للوحدة والعيد الرابع عشر من أكتوبر ونهنى الفخامة الأخير المشير عبد الرب منصور هادي ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة بالسلامة إلى أرض الوطن. ونلتقي هنا مشاهدين الأكرم أيضا أحد أبطال الجيش الوطني المرابطون هنا في معسكر اللواء 23 في مديرية العبر بمحافظة حضرموت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وإياكم بالصحة والعافية. ونحن نحتفل مع قيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني بالأعياد الوطنية، ماذا تعني لكم هذه الأعياد الوطنية وأنتم مرابطون هنا في ميادين الشرف والبطولة؟ هذه الأعياد هي بتذكرنا بالأعياد الوطن الذي الكبرى داخل الوطن اليمني. وبالنسبة أول شيء نرحب بكم في هذه اللواء 23 ميكانيكا باسمي باسم قيادة اللواء ونهني ونبارك لقيادة السياسية بممثلة فخامة الرئيس الرمز عبد الرب منصور هادي ونائبه وكل قادة الدولة والشعب اليمني بهذه الأعياد والمناسبات. رسالتكم لتلك الميليشيا الانقلابية في هذه المناسبة التي أصبحت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة. هذه الميليشيات إن شاء الله وبإذن الله بفضل الرجال الأقوياء ستنهار في أي وقت مضى مهما كانت مهما تكبرت مهما اعتلت فهي مهزومة بإذن الله. شكرا جزيلا كل عام وأنتم بخير. وإياكم إن شاء الله في أمان الله. أي شيء قدره قدر ضيوفي غير أمجادي. تحية مرسلة من كل خندق من الأبطال في قمة نقاها. تحية مرسلة من كل خندق من الأبطال في قمة نقاها وكل ابن اليمن أيد وصفق ورحب بالتحالف نوفاها. تحية شكر والتقدير مرفق تخص أرض الحرم وذي رعاها تخص سلمان ذي قرر وأنفق وجيشه والطواير في سماها. ومن للراج ما توجه وأطلق بدقة عالية في منتهاها وأرسل للروافض نار تحرق تدك دروعهم تنهي سراها مدافع والهدف حتما تحقق. فلول الرافضة تسمع عواها وترسلها صواعق دفع مسبق فيالق لها بحمرة لضاها. ونثني شكرنا دائم ومطلق لمن يفدي اليمن جاوب نداها وتاريخ اليمن بالدم موثق وارض المملكة روحي فداها. نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن. يخوسي وفي أي شيء قدره قدر ضيوفي غير أمجادي وتاريخ سيوفي.
حياكم الله مشاهدينا الأكارم في برنامج دروع الوطن، والذي نحتفل فيه وإياكم مشاهدينا الأكارم مع قيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني بالأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. مشاهدينا الأكارم، ضمن الزيارة الميدانية التي نقوم بها لتفقد هؤلاء الأبطال الميامين من منتسبي اللواء 23 المرابطون هنا في ميادين العزة والكرامة في مديرية العبر في محافظة حضرموت، مشاهدين الأكارم نلتقي هنا أحد قيادات الجيش الوطني قائد إحدى النقاط الأمنية المرابطون هنا على خط العبر الدولي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت وأبطال الجيش الوطني بخير وصحة وعافية. الجميع بخير وعافية وصحة، ونسأل الله لنا وللبلاد الخير والعافية والقضاء على الشرذمة الخبيثة الذي عاثت في الأرض فسادا. اليوم نحن نحتفل مع قيادتنا السياسية والعسكرية وجميع أبناء الشعب اليمني بالأعياد الوطنية، ماذا تعني لكم هذه المناسبة الغالية وأنتم مرابطون هنا في ميادين البطولة والشرف؟ هذا تعني لنا الشيء الكثير من المناسبات، وتكريم أيضا لأبطال القوة المسلحة من الشهداء الذين سقطوا في سبيل تحرير البلاد من الاستعمار البغيض ومن الإمامة اللعينة التي حاولت الآن الإعادة إلى ما كانت عليه سابقا، ولكن شعبنا البطل وأمتنا وقواتنا المسلحة واقفين لهم بالمرصاد ولن تدعهم أبدا حتى القضاء عليهم. وأنتم تقومون بالخدمات الوطنية والإنسانية في تأمين هذا الممر والخط الدولي الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، رسالتكم لقيادتنا السياسية والعسكرية ونحن نحتفل في الأعياد الوطنية المتمثلة في 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر؟ طبعا قولنا أو ما نريده لمن قادات القوة المسلحة ووزارة الدفاع أن تكون يعني على مستوى الظن وعلى مستوى المسؤولية بقيادة الوطن، ونريد أن نرى المتكاسلين والمنتهزين للفرص، نريد أمة تعيش كما تعيش الأمم من حولنا. ونحن طبعا في مكاننا هذا نحمل رسالة تأمين الخط وأيضا الدفاع والترصد لأولئك العابثين في الوطن. إذن مشاهدينا الأكارم، هكذا هي الروح المعنوية التي يتحلى بها هؤلاء الأبطال الميامين الذين يقومون بتأمين هذا الممر والخط الدولي الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. يؤكد هؤلاء الأبطال الميامين مشاهدينا الأكارم لقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئاسة دولة الوزراء ممثلة بالدكتور أحمد عبيد بن دغر، وإلى جميع أبناء الشعب اليمني، يؤكد هؤلاء الأبطال الميامين أنهم ما يزالون على العهد باقون وهم يسطرون بتضحياتهم أروع الملاحم البطولية جنبا إلى جنب إلى جانب قيادتنا السياسية والعسكرية. ما يلاقو من تليدي وطريفي، ما يلاقيني شريف من شريفي، ما يلاقو من تليدي وطريفي، ما يلاقيني شريف من شريفي، وتقاه الضخم من أقدارهم ينزوي قودي وتستحي ظروفي، وطني منزل ضيفي ليس لي بل له حق الكريم المفضل، وطني وطني منزل ضيفي ليس لي بل له حق الكريم المفضل، فهو مني نقدة لم تبخلي وأنا منه فدى المستبسل.
معكم مشاهدينا الأكارم في برنامج دروع الوطن ضمن اللقاءات والزيارات الميدانية التي نقوم بها لزيارة هؤلاء الأبطال الميامين، أبطال الجيش الوطني من منتسبي اللواء 23 المرابطون هنا على خط العبر الدولي الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. مشاهدينا الأكارم، نلتقي هنا أحد أبطال الجيش الوطني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير وعافية، كيف حالكم؟ الحمد لله. وأنتم مرابطون هنا في ميادين العزة والشرف، ونحن نحتفل مع قيادتنا السياسية والعسكرية بالأعياد الوطنية، ماذا تعني لكم هذه المناسبة الوطنية الغالية؟ هذه المناسبة الوطنية الغالية هذه غالية علينا، على اليمن. لأن احنا نجاهدون هنا على أجل اليمن وأجل بلادنا، نجاهد حتى تصبر بلادنا إن شاء الله حتى آخر قطرة من دمنا. ونقول للشعب اليمني كامل أن نكون يدا واحدة ونكون رباط واحد، لن نصدق أي أحد من عدونا، ونقول إن شاء الله ينصرنا على عدونا ويجمع اليمن كاملا. رسالتكم للقيادة السياسية والعسكرية؟ هذه رسالتنا للشعب اليمني بأكمله، ونقول الانتباه والإرصاد على العدو، ونقول أي إنسان في اليمن أنه يحافظ على بلاده وأنه يحافظ على وطنه، هذه أرضنا، هذه بلادنا. إن احنا في اليمن هنا الآن احنا حرس الحدود في العبر، نقول إن حماية على المواطنون وعلى تأمين الخط، وإحنا هنا نأمن من كل المغتربين الماشين. ونلتقي هنا مشاهدينا الأكرم أحد أبطال الجيش الوطني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. الجميع إن شاء الله بخير، والشعب اليمني أكمل بكل خير. نحن نحتفل هذه الأيام بالأعياد الوطنية، ماذا تعني لكم هذه المناسبة وأنتم هنا في ميادين العزة والكرامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إننا ومن هذا المنطلق ومن ساحات البطولة والعز والكرامة ومن ساحات الصمود، نهنى أبناء الشعب اليمني وقيادتنا الحكيمة بقيادة القائد عبد الرب منصور هادي بهذه المناسبة، مناسبة 26 سبتمبر عيد الثورة والوحدة، والتي قضت على الإمامة وعلى التخلف والاستبداد، ونهنئهم ونبارك لهم. ولا بد من تحقيق أهداف ثورة 26 سبتمبر التي مضى عليها الرجال وناضلوا من أجلها، فالآن لا بد من تحقيق الأهداف. إخوانكم اليوم من منتسبي الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال يحققون انتصارات عظيمة وكبيرة على تلك الميليشيا الانقلابية الإيرانية، رسالتكم لإخوانكم في الخطوط والمواقع الأمامية؟ رسالتنا إلى أخواننا والذين يضحون بدمائهم ليس من أجل شيء، وإنما من أجل أمة، من أجل أن تحيا أمة، ليس لمصلحة أحد أو وإنما من مصلحة البلاد ومن مصلحة التحرر على الكهنوتية الحوثية والإجرامية. فرسالتنا إليهم إننا على الدرب ماضون، ولا يمكن أن نتخلى عنهم، ونحن إلى جانبهم وسنساندهم بكل ما أوتينا من قوة. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير. الجميع إن شاء الله بخير، في أمان الله. مشاهدينا الأكارم، من هنا من مواقع العزة والكرامة من قيادة اللواء 23 مشاة في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج دروع الوطن، حتى الملتقى في حلقة جديدة ومن مواقع جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه. وطني منزل ضيفي ليس لي، بل له حق الكريم المفضل، فهو مني نجدة لم تبخل، وأنا منه فدى المستبسل، إن حق الضيف قد صيرني، إن حق الضيف قد صيرني فيه ضيفا وهو رب المنزل، أنا منه من قديم الأزل، أنا منه من قديم الأزل، إذا من أعراقه لم تفصل.